الو شيف اللي تعودتوا عليه طلع لكم يوميا، راح نكونوا محاضرين معكم الى اخر يوم من الشهر الكريم. اكيد نخدمكم دائما بافكار لبعض الحلويات تاع العيد، هكذا باش يكونوا عندكم بعض الافكار. الناس اللي ربما مازال ما داروش حلويات، واللي عنده اي ولا عندها اي استفسار ما عليها الا تتصل بنا على الرقم اللي راهو يظهر اسفل الشاشه اللي هو 023 70 92 94. كش وحده تلفت لها، كش وحده قاطوها جايه بس ما عرفتش لا فاكس واش دير فيها ولا كاش حاجه، تتواصل مع لي شيف ديالنا. يلا نذكركم دائما انه حاضر معايا لليوم الثاني شيف نديم، تعاودوا عليه دائما ثلاثاء واربعاء بالحلويات. واليوم موجود لكم حلويات رائعه كنتوا طلبتوها. يلا رحب شيف نديم. يعجبني شيف نديم يوقف عنده، لازم حتى نرحب به باش يدخل. تفضل جيب زرناه زين العيد سيلون جيب زرناجيه. مرحبا، واش راك خويا؟ صافا الحمد لله، صافا الحمد لله ربي يخليك. قلت لهم اليوم راه جايب لكم حلويات رائعه ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يعجبهم. يلا خليك ترحب بجمهورك. نعم، مساء الخير كل مشاهدينا الكرام. اليوم حنقدموا حلويات توجد نقعدوا دائما حاجه بسيطه وحاجه غير مكلفه، واللي كما نقول من المبتدئات يقدروا يريسوا فيها. اليوم حنقدموا لهم بقلاوه. بقلاوه بصح واش حنديروها؟ نديروها بقلاوه صعب اللي سهله تاع اللي كما نقول تاع ما كانش كي كيفاش لقيت تبان تقول لي ما نعرفش ندير الكاطو ندير. نعم، اليوم حنقدموا كانت حلوه تاع البيض، لان ما في نديروها بصفر تاع البيض، حلوه كانت تقليديه قديمه. هاكي شتيني سمية بالبارح، اليوم خرج كاع لي روسات القدم اللي ما في ديرهم اللي ما سمعتش بهم. نعم، وحنقدموا كاني التحليه اللي هي خذ لك تحليه، مازلنا كاع نديرها في الكاطو الثالث. نعم، اللي حنديروا حلوه سنيكرز، هي اللي كاطو اللي شبه شغل بنيون، يشبه شوكولا سنيكرز، هي تشبه لها. نعم، يلا ثلاث انواع تاع الحلويات، بقاو فقط في المتابعه معنا الى اخر الحلقه. نرحب كامل لي سبونسور اللي حاضرين معايا. انا حنقول لكم لي سبونسور اللي تعودتوا عليهم دائما يخدموا بهم اكيد لي شيف ديالنا. عندنا ماندور، فونديليس، مارغارين ماني، مقتصد البيض من نوال، ماجيكو، المرجان، وكذلك مجموعه الهريسه والمايونيز وكل هذه السوائل من مجمع سيفيتال اليو، بالاضافه الى كوتكس. وكذلك رامي حاضر معنا بتشكيله من البن والعصير وكل هذه الاشياء. كوتكس كذلك حاضر معنا في برنامج الو شيف. وكذلك ياسر اكسبريس حاضر معنا، هذه الابليكاسيون اللي تقدروا تقضيوا بها، خاصه انه يعني مع هذه الايامات لا شارج والجري وكامل ودوزان الحلوه منين داك نتفكروا في الدقيقه الاخرى. كذلك نشكروا دائما علامه بروند لانها كانت معنا طيله هذا الشهر الكريم، وكذلك قدمت لكم هدايا قيمه. الهدايا اللي قدمتها لكم بروند ولا اللي راح تهديها لكم مجمع سيفيتال من علامه بروند، هذا الخلاط الكهربائي من علامة بروند دائما، وكذلك المكنسة الكهربائية ان شاء الله تكون من نصيبكم. ما عليكم الا الاتصال والتواصل على البث المباشر، بالإضافة الى هدية اخرى، باك من عند لوفينا فيه مجموعة من مواد التجميل، وكذلك لوحة للتسوق فيها 10000 دينار جزائري. البارح شفتوا الدقيقة الاخرى كان طلع البث المباشر، غيرت الهدية وكانت من نصيب اللي كانوا على الفيسبوك، كانت من نصيب السيدة نسيت واش اسمها، دات هي هدية بروند. فاليوم كذلك نحبكم اكثر، نحبكم دائما ديروا الجيم على الصفحة الرسمية اسمها رضا الرحمن، رضا الرحمن اللي كانت ربحت البارح، شفا رضا على اسمها هي اللي كانت ربحت. اليوم كذلك نحبكم اكثر، وكما قلت لكم ديروا الجيم على صفحه تاع الشروق، تبعوها لانها فيها العديد من المقاطع. البارح كان جات الحصه تاعي تاع مع شهرزاد، شاف شهرزاد وين كنت ضيفه عندها، ما شفتهاش لكن تقدروا تشوفوها على اليوتيوب. نديم نبدا معك. نعم، لهنا نبداو نديروا لاباط تاعنا. لاباط تاعنا واش نديروا؟ عندنا كيما نقولوا عندنا كيلو تاع الكاوكاو، كيلو تاع العسل، كيلو تاع الفارينة. كيلو 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 باش كي تكون السنيوه. انا لهنا السنيوه تاعي راهي لهنا 25 على 25، هي تاع كيلو كيلو دير 35 على 30، صافي تجي مستطيله، هذيك تجي شويه اوفر. اليوم درت انا السنيوه درت شويه ميزير صغير، صافي نقصت لهنايا شويه لي ميزير تاعنا، درت لهنا رطل تاع الفارينه، درت 250 غرام تاع مارغارين لهنا اللي ذوبتها، انا ذوبتها لهنايا تاع ليدان باش نبسوها مليح. قلنا هذه بقلاوه
بلا بات صابلي هكذا. بات صابلي نعم. نزيدوا لها قرصة تاع الملح باش نعدلوا الذوق لهنايا. يلا الوصفة هي على الشاشة. هايدا ونبداو لهنا نبسوا مليح العجينة ديالنا. فيها دائما نفس الكيل، إلا درنا كيلو فارينة نديروا رطل تاع ليدا. رطل تاع ليدا. نعم. بعد لك باش تاخذي يلا نتقالبوا. نديم تفضل هنا. قلنا هنا درنا هنايا درنا كي نديروا كيلو تاع الفارينه نديروا لهنا 500 غرام تاع ليدا لهنا قرصه تاع ملح نبسوها مليح لهنايا هي لازمش تنعجن لازم تبسس بس باش تجينا طريه وجينا مرمله قالت البقلاوه تاعنا ما جيناش يابسه لداخل ندخلوا هذاك ليدا كامل لداخل هكذا ومن بعد لهنايا نضيفوا لها هنا حبه تاع البيض ثم نحلوها بشويه تاع المزهر باش نحول لها هذوك الحبيبات هذوك تستعمل بيض وصفار كومبلي الحبه كومبلي تاع البيض هنايا نضيفوا لها لهنايا شويه تاع المزهر نعم حنا لهنايا ماشي حنديروا السكر في لاباط ديالنا هكذا شويه نعم باش نحلوا بك هذيك حبه تاع البيض باش ما تقعدناش هذاك الصفار والبيض يكونوا كيف كيف نخلطوهم له ونضيفوهم للعجنه ديالنا هايدا لازم نبسوها مليح لهنايا حطوا لينا كما نقول لك هكذا كيرمل لها هدية ترمل لنا مليح يلا السؤال تاع اليوم نديم يقول باش المينا العجينه تاع الصابلي اسكو الميناها بالمزهر ولا بالزيت ولا بالماء هكا نعم نضيفوا لها حبه تاع البيض بسم الله دوك هنايا الحبه تاعنا نلموها بالمزهر نلموها حنا الحبه تاع البيض لازم نحلوها بالمزهر على باش نقدروا يتخلط لنا داك الصفر من البيض ما نقعدلناش يولي شغل متجانس كي نديروا لها ونبداو نلموها غير بالمزهر ما لازمش نعجنوا شغل نفتلوها كيما نديروا الحلوه تاع الصابلي نعم يلا نستقبلوا اتصال الو 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 السلام عليكم اختي سميه وعليكم السلام مساء النور واش راكي اختي لذيذة لاباس والله غير الحمد لله في نعمه وانتيا والله غير بخير الحمد لله الحمد لله شكون معايا الفريق العام معاكي نعم كل مشاهدي الشروق وتحيه كبيره لخويا نديم اللي راهو جبدنا واحد الحلوه تاع زمان الله يسلمك ربي يخليك صح حلوه وين كنت مخبيها خويا نديم صح وفي نفس الوقت اقتصاديه شغل غير مكلفه والله يا اختي سميه غير البارح كي كان يدير الحلوه هذيك تاع الفورمات انسيستيت باش نحكم باش نسخسي اسكو لا تجي الا ما تجيش مالحه يعني بالفورماج وكاع خويا ما تجيش مالحه ما تجيش مالحه كي تاكليها هذاك الملوحيه هذيك زيد لها شغل بنه في ما تجيش مالحه خاطر على كي تعسل هذاك هذاك العسل شغل كما حنا نقولوا يغلب على نعم يعدل الذوق وثاني ومام طون قاعده نفكر قلت سبحان الله قلت هذه الحلوه راهي في وقت الحلوه تاع صفار البيض هذاك اكثر فيا خويا نديم نعم نعم انا سبحان الله تفكرت هاك اليوم جبت تاع الحلوه هذه تاع صفار البيض راح يديرها اليوم الحلوه تاع صفار البيض صح واش راكي سميه لاباس؟ والله غير الحمد لله الحمد لله مع اخر الايام نعم؟ قلت لك مع اخر الايام تاع شهر رمضان الحمد لله العيا لكن كما كنت نقول البارح نديم يعني كي يكون رايح رمضان دائما شغل نحس بهذيك وكانه ضيف زارنا وراح علينا ضيف عزيز راح يجري كما يقولوا ان شاء الله يعاود يولي ويلقانا بخير ان شاء الله يلقانا بخير ويلقانا كامل مجمولين وربي يتقبل منا ان شاء الله امين يا رب العرش العظيم ان شاء الله يلا زيدي كش ما تطلبيكش حاجه كش ما تطلبيكش وصفه حبيتي تشوفيها حلويات والله كي راهو شغل نديم راهو في هذا الشغل في هذا الدومين نتاع هذا الحلوه تاع زمان يا ريت يدير لنا غدوه ان شاء الله الى عشنا ولا المرات الجايه ان شاء الله خويا نديم حلوه تاع حلوه اللمبوط حلوه اللمبوط ان شاء الله ان شاء الله بيان سير شوف خويا نديم انا من ذاك ما تنجحليش انا عجوز الله يرحمها يعني كبيره الله يرحمها قالت لي يا رقيه قالت لي البيض ما يتخلطش قالت لي بالباتور قالت لي هذاك هو المشكل صح صح البيض ما يتخلطش بالباتور صح ايه قالت لي وسي غير شويه قالت لي خلطي غير شويه بالفرشيطه هذا ما كان قالت لي على هذا اللي ما خرجت لك الشغل ولات ما خرجت ليش ان شاء الله تشوفيها تشوفي الوصفه مع نادم ان شاء الله نعم ولا بات دائما تخليهم يريحوا شويه كي تخلي لاباط تاعك تريح شويه تمد لك نتيجه مليحه ايه
ان شاء الله ان شاء الله تشوفيها. يلا شاركي معايا في المسابقه. السؤال يقول باش لمينا لاباط تاع السابلي تاع اليوم، بالماء ولا بالمزهر ولا بالزيت؟ بالمزهر. بالمزهر، يلا اجابه صحيحه. قلتي لي ام رقيه هكذا؟ لا 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 لا، انا رقيه. انت رقيه؟ رقيه من العاصمه. يلا نكتب اسمك وراح يكون اول اسم ان شاء الله تكوني محظوظه رقيه معنا النهار اليوم. ان شاء الله اختي سميه، وربي يحفظك اختي سميه، ربي يطول عمرك وربي يفرحك ان شاء الله. ان شاء الله. ثاني خويا نديم، ربي يسترك ان شاء الله يبارك في عمرك وصحتك. شكرا لك. شكرا، الله يطول عمرك. نتمنى رقيه صحه طولك وصحه عيدك. يعيشك يطول عمرك. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. يلا لحقنا وين قلنا، كنا ما عندهاش بزاف، كنا نقولوا صح رمضان صح رمضان. والله كنا نقولوا صح صح، وكانه مر اسبوع فقط. يلا لمينا العجينه تشوفوا باللي ما كانش يعجن فيها كان يطم فيها. لميناها بك، لميناها بالمظهر لهنا، نخلوا العجينه تاعنا تريح شويه. حنا حنا نخليها هي شوف اللي عنده، ولا يديرها لافي يديرها كيما حنا نقولوا لوندوما باش يديرها يخليها، الا ما عندوش الوقت يخليها اما واحد نص ساعه تريح على الاقل. نعم. حنا نروحوا ناخذوا الحشو تاعنا. تفضل. يلا نعاودوا نذكروا انه هذه للناس اللي لحقوا بنا هذاوين، انه هذه لا غوسيت تاع البقلاوه بلاطات سابلي. بقلاوة قديمة هذه نادم؟ نعم هذه بقلاوة قديمة، ما حنا مودرنيزينا فيها شوية. فنعم من في الطريقة تاعها، حنا بكري كانت البقلاوة العادية دائما 3 كيلات فارينة في كيلة يدام حلوها، ولازم تكون عندك الماشينة. دوكا مخرجت في بقلاوة طوندونس قالها جديدة، قالت تحل غير بالمايزينا بك، تحل بالعود قالت تورق لك، تورق لك عادي. وخرجت هذه كانت جديدة يعني سهل. البقلاوة كانت من الحوايج الصعاب صعيبة. نعم ولازم يكونوا اللي ما يعرف لازم دو بيرسون واحد يشد منا يشد منا باش يدير. نكرهها، عفوا نكرهها غير على هذيك اللقطه تاع شدي لي وعاودي لهنا. الحشو لهنا واش عندنا؟ عندنا لهنا درنا كيلو تاع اللوز، ولا نو حنا درنا كاوكاو ماشي مشكل. درنا له هنايا انا كي الكميه قليله، درت هنايا 500 غرام، درت كاس تاع السكر. السكر دوك نزيدو ملعقه العادي. نعم ملعقه تاع السمن ولا مارغارين كما يحبوا. لازم هنايا كيما حنا نقولوا نفتلوها بك العجنه تاعنا، ما لازمش تنعجن ملح. باش تقعد مزربعه. نعم تقعد مزربعه، ولا هنا نلموها غير بالمزهر بك نرشوها. هنا نذوبوا نعم، هنا نديروا ملعقه. الدور تاع الزبده تخلي الحشو طري ولا؟ نعم هي تخلي الحشو طري، خاطر كاين بزاف لي سيجار ولا الاخرين كيقول لك الحشو تاعنا، ولا في العرايش ولا يقول لك الحشو تاعنا يجي يابس. صح. هي كي دير ملعقه تاع الزبده وزيت كما نقولوا تلموا بالمزهر، وما تكثرش السكر هذا ما باش ما يجيكش ياب. السكر هو اللي يبسنا الحشو اللي يكون لداخل الحلويات تاعنا، خاصه الحلوه اللي راح تتعسل. نعم شوف اللي تتعسل. انا شوفي هنا كيما البقلاوه ما درناش فيها السكر، انا في العجينه ديالنا كيما البارح اللي درنا كاطو تاع الفورماج ما درناش فيه السكر. صح صافي، حنا نقصنا السكر بزاف الحلويات تاعنا. صح. هنا نديرو ملعقه تاع زبده هكذا، نبداو حنا نقولوا نفتلوا بك الحشو ديالنا. قلنا ما نعجنوش. ما نعجنوش هكذا. يلا ناخذ الاتصال. الو 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 مساء النور. الو الو سي سمية. الو مساء النور. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير، ليك وخويا نادير ان شاء الله ولكل طاقم الشروق. ربي يحفظك. ربي يخليك. شكون معايا ومنين؟ يلا فقط نقصي جهاز التلفاز وسمعيني التليفون. صالحة من الطارف. صالحة نقصي تلفزيون وسمعيني من التليفون. نعم مرحبا بك صالحة، وكامل الناس تعرف. نقصت اختي سمية. مرحبا بك. وبيك عايشك. يلا صالحة كتشوفي في الحلويات؟ نعم بديت البارح ندير في الحلويات. واش درتي؟ تاع الدار. واش درتي صالحة؟ مازالها تسمع. غريبة وصابلي. يلا ان شاء الله تاكليهم بصحة ولهنا، وان شاء الله تعيدوا بصحة ولهنا دائما. حبيبتي سمية ربي يسترك. يسلمك صالحة. يلا قولي الإجابة على السؤال تاع اليوم. والله ما كنت نتفرج هذا وين جانا الضوء.
درنا العجينه تاع الصابلي باش نديروا البقلاوه. نعم. وباش لميناها بالماء ولا بالمزهر ولا بالزيت؟ بالمزهر. بالمزهر صالحه. تقول المزهر صالحه. نعم. من الطرف. نعم. يلا شكرا على اتصالك صالحه. وشكرا لكم حبيبتي سميه على كل الاطباق اللي تقدموها لنا، راكم منورينا وشهيتونا في رمضان هذا وتمتعنا معاكم. شهيناكم في الجنه ان شاء الله. ربي يسركم ان شاء الله، هو رمضان كريم مره اخرى وعيد مبارك. شكرا. وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات لكم ولكل طاقم الشروق حبيبتي سميه. شكرا لك. طيبه وصحه فطوركم. شكرا، صحه فطورك وعيدك سعيد انت ثاني. سلمينا كامل على الناس تعرف. يلا مع السلامة، نعاود نرجع لك نديم. حضر دوكا، خلينا لاباط تاعنا، قلنا لاباط تاعنا خلوها تريح شويه. عندنا كانت الحشو تاعنا اللي كنا فتلناه كانت وزدرنا له، عندنا لهنا كيلو تاع الكاوكاو، درنا له كاس ونص تاع السكر، سكر كيستاليزي لهنايا، درنا له ملعقه كذلك تاع زبده ولا سمن. يلا نديم اسمح لي نقاطعك في كل ورقه. تدبير تيليكم في برنامج الو شاف نهار اليوم حتكون على هذيك القديره اللي شاطت لنا ولا القديره اللي تحرقت لنا غفلنا عليها، كيفاش ننظفوها بلا ما نستعملوا منظفات غاليه وفي بعض الاحيان ما يكونوش متوفرين في المنازل. الوغ تدبيرتي حتجيكم من الجنه مباشره. ما ناخذوا هذيك القدره تاعنا المحروقه نغسلوها قبل نحولها واش كاين الشوائب ونفرغوا عليها كيس تاع الخميره تاع الحلويات، نفرغوا هذاك الكيس في كامل القدر ومباشرة من بعدها نفرغوا له فنيجل تاع الخل. الخل راهو رايح يتفاعل، نخلوه لدقائق وصدقوني واش حيصرى، هذاك القدر حيتغسل بكل سهولة. ناخذوا إن لافيت نحكوه غير بدون بذل أي جهد حيولي يشعل. جربوها وردوا عليا بالخبر. نتمنى تدبيرتي نهار اليوم لاقت بيكم، نتمنى تردوا عليا بالخبر، وفي الاخر ما بقى عليا غير نقول لكم صحه فطوركم وملاقات الخير ان شاء الله. يلا مشاهدينا عاودنا ولينا لكم بعد هذا الفاصل، تواصلين معكم دائما في الحلويات تاع اليوم. كنتو شفتوا قبل الفاصل مع الشيف نديم بقلاوه تاع لاباط صابلي هكذا. نعم، درنا هنا بقلاوه صابلي اللي لاباط انا وزدرنا فيها، درنا فيها لهنا كيلو تاع الفارينه، لمينا لهنايا ذوبنا 500 غرام تاع مارغارين ماني، ضفنا له كذلك قرصه تاع الملح، ولهنايا ومن بعد هذيك بدينا لميناه لهنا بحبه تاع البيض اللي درنا شويه تاع المازال تاع خلطنا باش هذاك الحبات على البيض تتجانس. نعم، زدنا لميناها مليح بالمزهر وخليناها ارتاحت. دوكا واش قسمنا؟ قسمنا الجزء الكبير نخلوه من تحت خاطر على حنرفدوها هنا على الجوانب هنايا. صافي هكذا نحلوها، لازم تكون ليبيسور تاعها ما خشينه ما رقيقه خاطر حنديروا طبقه واحده ونعرفوا لاباط صابلي هذه تاعنا تعاود تنفخ لنا. لهنا خلوها هكذا على الجوانب لهنا، ومن بعد لهنا بعد ما فتلنا لهنايا درنا 500 غرام تاع كاوكاو ولا لوز واش عندك موجود في البيت. هنا درنا كاوكاو، ضفنا له لهنايا كاس تاع السكر، زدنا له كانت ملعقه تاع السمن ولا زبده واش عندك موجود في البيت، ومن بعد لهنا فتلناها بك بالمزهر، ما لازمش نعجنوها لازم نفتلوها، ومن بعد نبداو نديروا هذاك الخليط كاع فوق هذيك لاباط كما حنا نحضروا البقلاوه العاديه. خبيا ولاباط قلنا لازم تجي خارجه على لازم الاولانيه خاطر كي نقسموا لاباط الطبقه التحتانيه نديروها كبيره على اللي نديروها من الفوق خاطر على حنخرجوها على الجوانب. هكذا نبداو هنا نسقموا الحلوه تاعنا هنا الكاوكاو تاعنا مليح. نسيو ثاني ما نابويوش عليه. ما اي والله باش ما تجيش معجنه لداخل. هكذا. هنا الحشو كنا درنا تستعملوا كاوكاو ولا لوز ولا كل واحد وش عنده. نعم. درنا له كاس تاع سكر اذا كان في هذه الكميه. نعم. درنا كاس تاع سكر ودرنا له ملعقه تاع مارغارين ولا سمن، ولميناها لهنا فتلناها بالمزهر. هكذا دوك حنايا العلو تاعها كيما نحبوا كل واحد كيفاش يحب يدير البقلاوه ديالو. هنا الحشو يكون اختياري كانت هي تكون عاليه تكون شابه. هكذا هنايا شغل ما نضغطوش كما قالت سمية باش الحشو تاعنا ما يجيش معجن، وكذلك يعني كي شغل نابيو عليها غير شويه بك باش يشد لنا خاطر كاين ديفو البقلاوه شتي هذاك الحشو يتفتت. نعم، هنا نديروا كاع ذاك الحشو وما نزيدوا نديروا لها الطبقه الثانيه. هنا نسقموها مليح هكذا نمسحوها غير من الفوق بك.
هايدا، ومن بعد نخلو لها باش ندير لها الطبقه الثانيه هايدا. حنا لهنايا عفوا نحكموا لاباط تاعنا دائما، قلنا نديروا كيس تاع هنايا كيس بلاستيكي ولا على ولا بابي فيم واش عندك موجود، على باش ما نزيدوش الفارينه باش ما تجيناش تشربناش بزاف، خاطر على العجينه قد ما نزيد لها الفارينه تعاود تيبس لنا وجينا يابسه هكذا. يلا هذه سهله، وبقلاوه اللي تقدر تحضرها وحدك ما لازمش يكونوا زوج باش. نعم. يلا عندي اتصال، نستقبل اتصال. الو 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 مساء النور. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. الو السلام عليكم، مرحبا. الو الو رجاء سمعونا من التليفون. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. واختي سميه. وي حبيبتي، مرحبا. سلمك، انا سكينه من سيدي بلعباس. سكينه من سيدي بلعباس، مرحبا بك سكينه وكامل الناس سيدي بلعباس. يسلمك اختي. يلا سكينه كي تبعي معنا الو شاف، كي تشوفي الحلويات ديتي بعض الافكار. واه بديت. واش درتي من الو شاف، من الحلوه اللي داروها في الو شاف؟ واش عاودتي؟ درت سيجار ودرت قنيدلات ودرت صابلي بريستيج. صابلي بريستيج وقنيدلات و... ويلا كشنو حبيتي تشوفيه معنا؟ قالنا غدوه. أه؟ و... كشنو تشوفي حبيتي تشوفيه معنا؟ البقلاوه كنت باغي نشوفها وراني نشوف فيها ضروري. يلا البقلاوه سهله اون بلوس. واه. يلا ان شاء الله تسييها وتخرج لك وتعجبك. ان شاء الله يا ربي. يلا ذكريني مسيدي بلعباس عندي. الو. أه؟ ذكريني فقط بالاسم. سكينة. سكينة، سكينة مسيدي بلا فكرتيني في هذيك الأغنية تاع سكينة وبيبي طبطب نوضي حلو. سكينة الإجابة مزهر. إجابة مزهر. المزهر سكينة من سيدي بلعباس. يلا إن شاء الله تكوني محظوظة معنا نهار اليوم. إن شاء الله يا ربي أختي، إن شاء الله. إن شاء الله. الله يفرحك كي ثاني أختي. إن شاء الله يا رب. شكرا لك وصحه فطورك وصحه عيدك. يسلمك انتم ثاني، صحه فطوركم وصحه عيدكم. شكرا لك. اي سلام. شكرا، مع السلامه سكينه. شكرا، مع السلامه. يلا نعاودوا نرجعوا للبقلاوه. لهنا شمغت المستعي في الزيت باش تقدر تقطع لنا البقلاوه تاعنا، لازم نقطعوها قبل ما ندخلوها للفرن. نديروها كيما نديروا البقلاوه العاديه. وتلصق هذيك الطبقه الفوقانيه. نعم. الثانيه تلصق تلصق، يعني ما نخافوش، احنا ديجا طايبه عندنا، من بعد راح نشوفوا اكيد على التقدير. تلصق تلصق وتجي عاديه كما مال كما تجي البقلاوه العاديه. باك الكو تاعها يختلف بياسر، واللي يجي صابلي. نعم. تجي شغل حاسب روحه بقلاوه. هذه مليحه، تقول شغل دير هذه وتقول راني درت زوج انواع صابلي بقلاوه في بلا واحد. هكذا نقطعوا هكذا. يلا 565 واحد فقط، 573 واحد فقط راكم معنا على البث المباشر، ماكمش بزاف يا درا. هديتكم شو حتكون، فنحبكم دائما كما نقول لكم دائما نحبكم بزاف على البث المباشر، وخلوا تعليقات لانه كما راكم تشوفوا فينا يعني انا نطلعوا حتى للفوق. نعم. وندوا التعليقات اللي قبل. واش نعطيك نادر؟ نزيد لها ندوبلها شويه تاع زبده. باش نزيدوا ندهنوا لها الوش تاعها ونشبحوها من الفوق. نحبوا نشبحوها لهنايا باللوز مكسرات، ولا نديروها غير بالنقاش كما نقولوا حنا، نقشوها من الفوق. هنا اختياري، هنا الشكل تاعها يكون كل واحد كما يحب. خبي هذه اقتصاديه 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 اخي. لا والله غير انا في صباح الشروق قلت تما كتوميه داروا لي تشف تاع الزوالي. صح ولا غير تشف تاع الزوالي ولا غير تعطيك اسف. والله صافي والله غير ما دابي انا علاه دوك كيما نقولوا حنايا دوك كيما بكري كيما قلنا الحلوه كانت تدار غير بالزيت ولا بالفارينه ولا كيما قالت كنا نعرفوا شكون اللي يعرف يطيب الحلوه شكون ما يعرف. صح دوكا كاين كلش موجود في الاسواق. جيك بنينه بالسيف عليك. بالسيف عليك. لا غير صح. الو 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 مساء النور. اهلين مساء الخير
شراكم لاباس؟ الحمد لله، مرحبا بك. صحة رمضانكم. صحة رمضانك انت ثاني. انا ما نسمعش مليح اختي، ما نسمعش مليح. نعم قلت لك اختي سمية ما نسمعش مليح. ما كيش تسمعي فيا مليح، بالك البلاصه اللي كي فيها نو بالفيكس نورمالمون. ما يلا انا نسمع فيك خابيه. واش راكم ديروا صحتكم؟ الحمد لله. وانت واش راكي؟ والله الحمد لله اختي ربي يعيشك. الحمد لله. منين الاتصال؟ من باتنا. من باتنا، الله يبارك ناس باتنا. يبارك فيك يعيشك اختي. شكون معايا؟ صالحه. صالحه من باتنا. نعم مرحبا بك صالحه. بيك يعيشك اختي. يلا في باتنا وشنو هي الحلوه اللي لازم ديروها في العيد؟ والله نديرو نديرو كلش، نديرو مقروط، نديرو غربيه صابلي، نديرو كامل الحوايج لي. الله يبارك الله يبارك. واطباق واش طيبوا في النهار الاول؟ ديروا طعام ولا واش ديروا؟ نديروا طعام، نديروا بربوشه، احنا نقولوا بربوشه. بربوشه بربوشه. نعم ان شاء الله ان شاء الله. وكيما ولاد ديريها هذا العيد ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله. يلا صالحه قولي لي. نعم الاجابه على السؤال هي المظهر. المظهر. يلا حنكتب اسمك صالحه من باتنا. كاش ما تحبي تطلبي صالحه؟ والله عليكم ديروا كلش، راني نشوف كلش نديروا فيه. ربي يحفظك صالحه. شكرا لك. ربي يحفظكم وصحه عيدكم وصحه رمضانكم وصحه كلش تاعكم. ان شاء الله نسمعوا صوتك من العيد ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي انا وفيه للبرنامج. أنا الله يبارك الله يبارك. ان شاء الله تبقاي دائما وفيه دائما. صح ان شاء الله يا رب. شكرا لك صالحه وتحيه كبيره 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 من عندي الناس باتنا. يعيشك ربي يعيشك حياه سمية اختي. شكرا لك. شكرا يا ربي يحفظك. شكرا مع السلامه. شكرا. يلا هنا التزيين تاعها كيما راكم تشوفوا. عجبتني بزاف هاد البقلاوه ولا لا ولا غير ما عندها الدوخ تاعها بزاف بنين. والله نهار خطا دوق اللي كتبتوا عندنا لهنا كاع عجبتهم وكاع ديما داو لي لاروسات تاعها. شنو اليوم؟ انا اليوم حلفت ندي حقي. حلفت اليوم ندي. لا ان شاء الله ما ديتش على هذه، ما نقدرش نقولهم اذا بنان ولا لا. لكن اليوم راح ان شاء الله ندي حقي ان شاء الله ان شاء الله. شفتوا طريقة البقلاوة؟ راهي على الشاشة. يلا راهي على الشاشة الوصفة، تقدروا تصوروها. وشفتوا طريقة التحضير تاعها، ونعاود نذكركم أنه طريقة التحضير كذلك راهي تتحط في الصفحة الرسمية لقناة الشروق. تقدروا تعاودوا تشوفوا طريقة التحضير، ولا تقدروا ديراكتومون تدخلوا لليوتيوب، لأنه قناة الشروق في كل يوم تحط الحلقات تاع كامل الحصص اللي ربما يفوتوكم. شوفوا شكلها شحال راهو. خلوها هكذا كي نديروها ب. يلا شيفا خذي لي هذا الديكور تاعها كيفاش راهو رائع. احنا لهنا نديروا لها كاع النقش وكاع الحبه تاعنا ونزيدوا لها حبه تاع اللوز. لهنا واش نديروا سميه؟ لازم نخلوها تريح شويه. دهناها خاطر عليها ديجا هي صابله، ديجا هي راهي مرمله. زدنا لهنا دهناها باش مدلنا هذاك اللون الذهبي من الفوق. والحبه تاع اللوز تاعنا تشد لنا. هنا دوك نخلوها تريح شويه وما ندخلوها طيب. نخلوها شحال تريح؟ تريح وما شويه باش هذاك اللي دام هذاك يتشرب وكما تلق روحها. تلق روحها من بعد كي ندخل داخل باش تعاود تشد روحها. هكذا خاطر كان طيبنا تجينا يابسه شويه. نخلوها تريح شويه لمده هكذاك وما مينيموم نص ساعه. نخلوها تريح وما ندخلوها طيب. كي نشوفوها حمارت في الجوانب كامل نشعلوا لها تحمر من الفوق. نعم. واسكو كيما البقلاوه العاديه؟ البقلاوه العاديه يقول لك زعما من الاحسن تبات وغدوا مداك الطيب. هي من الاحسن. شوفي سمي الحلويات من الاحسن كاع يباتوا. يشدوا كما نقول لك يشدوا الشكل ديالهم ومام لاباط هذيك تشرب مليح ليدام ديالها. هنا دوك نخلوها تريح وما ندخلوها طيب لنا. طيب يلا نروحوا نمروا للنوع الثاني. نعم. اللي رايحين نشوفوه قلنا واش راح نديروا؟ هنا حلوه تاع البيض. البيض اللي هنا درنا بالبيض مغلي. حلوه قديمه بزاف تقليديه. واش درنا لهنايا؟ هنا عندنا 500 غرام عفوا عندنا 250 غرام تاع مارغارين. هنا لازم تكون طريه مارغارين. درنا لها 4 صفار تاع البيض اللي كنا غليناهم. هنا واش نضيفوا لها؟ هذاك البيض تاعنا عندنا لافاني بيان سير باش نحينا ريحه تاع البيض. نضيفوا لها كاس تاع السكر، سكر كلاص من الاحسن يكون كاس تاع سكر كلاص. نخدموا مليح هذاك السكر والبيض والزبده. ومن بعد نبداو نلموا لهنايا ب بلاميزينا ونزيدوا نلموا بالفارينة بيان سور. ودائما لا ليفور نديروها هي مع لافارين. يلا عندي اتصال، ناخذ هذا الاتصال. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء النور. الله يسلمك اختي فايزه من درقانه. نعم فايزه من درقانه. فايزه من درقانه، مرحبا بك فايزه. الله يسلمك. درقانه ولايه الجزائر العاصمه. ولايه الجزائر العاصمه. نعم مرحبا بك فايزه.
الله يسلمك. كاش حلويات، كاش قاطو، كاش روايح في الدار؟ كاش درت بقلاوه، درت حلوه تاع الصابلي تاع شيكولا، ودرت واحد الحلوه تاع قضيفه، هما زعما ما كملش. مليحه فيها بركه، ثلاث انواع. واش كي معوله خمسه؟ ندير هكذا خمسه، خاطر عندنا دراري ياسرو. ان شاء الله ربي يقدرك ان شاء الله. الله يسلمك. مازالت هذيك العاده تاع كي يجيبوا لك الطبسي تاع الحلوى تعاودي ترجعي الحلوى؟ نعاود نعمروا والله، غير مازال ندول ان شاء الله كامل الجيران، ندول لهم وندول لا فامي تاعك. مازالهم معايا. صح صح، يتبادلوا الحلوى. الحمد لله، يعني مازلنا محافظين على عاداتنا وتقاليدنا. الله يسلمك. يلا فايزه قولي لي الاجابه على السؤال، شنو هي؟ مزهر. المزهر. راح نكتب اسمك فايزه. كاش ما تطلبي من شيف نديم؟ شوفي ولا غني حابه كون زعما يقدر يدير لنا مقروط تاع المقله. صح مازال ما درتوش، مي يقدر يعاودوه لنا مقروط تاع المقله. نشوف هو المقروط تاع المقله دوك، حنا خلاص ديجا هذا اليوم هو اخر يوم تاعو نهار. نعم. اليوم في رمضان. ما من المقروط تاع المقله. شوفي مادام ديري 3 كيلو تاع السميد، من الاحسن يكون السميد متوسط ما يكونش خشين بزاف. نعم. وزيدي له لهنا باش تخافي باش ما يتحلكش في المقله ديالك. واش ديري له؟ يا ديري له بياض بيض، يا ديري له نص كيلو تاع الفارينه. هي من الاحسن ديري نص كيلو تاع الفارينه خير باش ينجح لك، خاطر بياض البيض كاين اللي يبسلهم شويه. نص كيلو تاع الفارينه، ونديروا بيان سور كيلو تاع اليدام، نلموا المقروط تاعنا نبسوه مليح، ومن بعد نلموا فيه بالمزار عادي. صافي الفارينه هذيك هي اللي تشد لك الحبه تاع المقروط ديالك، ولا ديري بياض البيض. انا من الاحسن ديري لافارين خير. ان شاء الله خويا. ان شاء الله. الله يسلمك. تعيدوا بالصحة ونحن ان شاء الله وصحة عيدكم. أنا من الصحراء. أنا راني من الصحراء ماشي. الله يبارك. الله يبارك. إكزاكتومون ما كيليش عنبة. الله يبارك ما شاء الله عليك. يسلمك اختي، الله يعطيك الخير وتعيدوا بالصحة ولهنا ان شاء الله. شكرا لك انت ثاني، تعيدي بالصحة ولهنا ان شاء الله. الله يسلمك. مع السلامة. شكرا، مع السلامة فايزة، ان شاء الله تكوني محظوظة. ان شاء الله. ان شاء الله. صحة تعيد. يلا هنا نزيدوا كيس. كيس تاع خميرة الحلوة. صافي هنا واش درنا؟ درنا 250 غرام تاع المارغارين ماني، درنا لها لهنايا اربعه صفار بيض اللي كنا غليناهم وهنايا عبزناهم مليح، ضفنا لهم صفار بيض مغلي. مغلي نعم، هو اللي مدلنا الخفه في هذيك الحلوه هذيك ومدلنا البنه. حنا كي نشوفوا تقول لك دي فيها ريحه البيض ولا؟ مي نو، ما تجيش فيها ريحه البيض. حنا الحلوه تاع بكريكا فيها حيل، فيها حاجات. صح صح، شوف البيض. نعم، لهنايا قلنا نديرش الحبه طبق احنا لهنا قلنا لهنا درنا لها هنا كاس تاع سكور كلاص. لهنا نلموا مليح العجينه تاعنا هذيك بالكاس تاع لا مايزينا، وكذلك الفارينه بيان سور، حتى تحصلوا على عجينه. دائما نقولوا العجينه نديروا عجينه تكون متماسكه، ماشي عجينه يابسه، خاطر من بعد هذيك خلوها تريح شويه تعاود تشرب هذيك الفارينه، تشرب لنا كاع هذاك اليدام اللي درناه. هكذا نكملوا نلموها مليح. يلا انا نلم في العجينه، قلنا نلموها بالفارينه والمايزينا. نعم درنا كاس. انا كرهت الخلطه كي تلصق لك في يدك بعد ما تضارب مع. لا هنا لازم نلحوها، نديروا شويه فارينه في يدنا نبدا نلحو فيها بالعقل حتى تلم لنا العجين. ماشي المبتدئات كاع يخافوا. انا غير تخلط يدي تلصق ونقول لها. بكري الاخت تاعي كانت دارت باش كانت حدي المطلق، كانت صغيره، ومن بعد دارت العجنه تاع الخبز هذيك، هي بدات تبل فيها لصقوا يديها. بدات اليمة الله يعرف دات لها الجفنه هذيك هكذاك بيدها، ما عرفت واش دير. سلكيني سلكيني والله. علاش نقول للمبتدئات هادو ما يخافوش؟ لازم كل حد يديروها ما يخافوش. معليش ما تنجحش الخبز نادم. نعم صارت لي خطره، ديري الخبز المطلوع تاع الفارينه وبدي ديري له الماء وخبطي هكا هكا ما يحبش يترفد. والبروبليم كي حطيته فوق السلبيده، جيت نقلبوه هكا راح هكا، جيت ندير له هكا راح تقول جا واحد الشكل تاع هذا المطلوع كان طيبته يجي كارثه. زدته هكاك، استغفر الله يا ربي، ربي يسمح لي هكاك. درت بصفي وقلت ما نزيدش ندي لنا الخبز، لازم نحلف عليه خلاص. صعيبه. انا العجنه تاعنا كامل. انا تجي كي العجينه الصابلي. يعني شوف فيها صح. نعم دوك تلم لنا بالعقل. حتى اللون تاعها يعني طغى عليها هذاك اللون الاصفر تاع. نعم اللون تاع البيض هذاك اللي هو اللي طغى عليها، وجينا العجينه تاعنا جينا طريه ومدنا جينا خفيفه كاع. احنا لازم نلموها غير بالعقل برك. واش المنطقه كانت ديرها هاد الحلوه؟ شو انا وراوها لينا استيارت ما نكذبش عليك. والله نوجه لهم تحيه، هما اللي وراوها لي. الاخت نعيمه هي اللي وراتها لي هديه. نوجه لها تحيه.
والله هذه اللي فكرتني فيها، قالت لنا الحلوه البيض هذه حلوه صح اقتصاديه في ماشي خلينا والله غنحوس بزاف ندير حلوات اقتصاديه سيرتو في العيد سيرتو غلاء المعيشه ما صح كما قال لك عندنا الوقت اللي نقدروا نديروا حلوه تاع اللوز والجوز ونديروا هم جايين الاعراس ونديروا الكاوكاو ديجا راهو غالي ميم الفارينه اللي كانت رخيصه كانوا يديروا الناس حلوه الفارينه ميم الفارينه وزاد دوبله البري ديالها صح ربي يقدر ان شاء الله. المهم الفال يلو كان حبيبه ولا زوج بكري كانوا انا حلاوه العيد عندي المسمن وتاع صباح بكري تنوض هذيك التمره حنا عندنا هذيك نديروا المبرجه كاع صباح العيد نديروها والله يلا يقولوا لي عندك اتصال ام فاطمه مستغالم هل هي الوفيه تاعنا ام فاطمه الو 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 السلام عليكم سمية. وعليكم السلام مساء النور. كي راكي عاش من سمعك حتى اليوم باش حكمت. أم فاطمة أم فاطمة. والله لا حتى اليوم باش حكمت ربي راه شاهد عليا. وش راكي؟ هذه غيبة. راكي سمية. غاية الحمد لله وأنتِ. مليحة. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. العائلة. والله الحمد لله في نعمة. عائلة الشروق. الحمد لله. الزوج العائلة الزوج. الحمد لله يا ربي. البارح البارح بنتي ما شاء الله مع شهرة ما شاء الله. مع شهرة زاد صح. ما شاء الله الله يدومها محبة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. ربي يلقك بالدرية الصالحة يا ربي. إن شاء الله يا ربي هي وكل محبة. وريدة الوالدين. إن شاء الله أهم شيء صح. نقول لك كلمة بنتي شوفي كي تكون ريدة الوالدين راكي نجحتي في حياتك. الحمد لله صح والله الحمد لله. والله العظيم. اولا شوفي قبل ما نبدا معكم نقول لكم اللهم احفظ يا ربي بلدنا الجزائر اللهم يا ربي احرس بعيونك لا تنام اللهم يا ربي ارفع البلاء ونزل الدواء يا ربي على الامه الاسلاميه ان شاء الله وفرح كل واحد راه باغي حاجه في هذا العيد المبارك فرحه يا ربي ان شاء الله وشافي كل مريض خاصه خاصه شوفي سمي اختي خاصه اللي عنده مريض نقول له اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرض المسلمين اللهم لا شفاء إلا شفاؤك يا رب العالمين آمين واستمحوا له إن شاء الله ربي يشافي كل مريض فاطمة توحشت دعاويك توحشت أنا غير كنت تعرفي تجيني الدمعة ما نعرفش علاه كي طول عمرك شوفي يا سومية يشهد علي الله كي كانت إكرام كان شوفي كانوا تمعشى في نديم وكانوا يعمروا في هذوك لي كيسات ماشي لي كيسات الغرافة تاع السلاطة صدقيني بالله شوفي وليت نقول لهم خليتو حق سمية راني يعني خايفه لما يحقوا لما يخلولهاش حقها ما يخلوليش كيما نكون ما يخلوليش كاع حقي ما يتفكروا شوفي شكون اللي تفكرني تتفكرني شاف بشرى وشاف ام فارس علي نادي ما تفكرني ونادي ما يتفكرني بوغتون قدام معايا شوف نادي راك بخير ولدي والله الحمد لله ربي عنك تي لاباس والله يسلمك ربي يخليك فرحنا في هذا رمضان ربي يفرحك ان شاء الله ربي يخليك الله يسلمك انا اللي حابه نشدو في الو شاف هو يقول لي لا لا غير يخلص رمضان ونرجع لسبع شهور والله شوفي خاصه العمال نقول لهم عمال شوفي من المديره نشكر من المديره اكيد حتى البواب رجال خفاء اللي راهم يتعبوا 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 صح تحياتنا لهم لا لا سبع شهور والله راني نعيط وما نحكمش ربي راه شاهد عليا انا والله في كل مره كنت ربما تسمعي اسمك في كل مره كنت نذكرك ونسقسي عليك طول عمرك يسلمك يسلمك اليوم لا مستعراني ندعي يا ربي وفقني اليوم لا بغى نقول لهم غير صحه عيدكم هذيك الدنيا وما فيها حبيبتي صحه عيدك انت ثاني ان شاء الله تعيدي بالصحه والله العظيم كنت باغي نقول لكم صحه رمضانكم دوك نقول لكم صحه عيدكم معليش مازال رمضان صحه رمضانك وصحه عيدك انا حنكتب اسمك مباشره ام فاطمه يسلمك ان شاء الله يا ربي تكوني محظوظه اليوم ان شاء الله يطول عمرك الحبيبه وربي يفرحك ان شاء الله ان شاء الله وبداينا ان شاء الله ربي يوفقك ويجيب لك بنيه ان شاء الله أم فاطمة يقول لي المخرج قولي لها اسكو شاركتي في قناة الشروق هذا العام شاركتي في كاش مسابقة والله شوفي يا سمية شوفي أمنيتي 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 نعيط لعمي حميد تعرفي الموضوع اللي دايره نهار الأربعاء ربي عينيه هنا تاع الأم شوفي هو يهدر مع بلال وانا نبكي نبكي دموعي دموعي هكا مهودين نقولوا يا عمي حميد لو كان حكمتك نقول لك بارك الله فيك وربي يرزقك بعمرة في ذي العام معي تنسي مع كريم معي تنسي مع في الليلة تسمع نقارع تسمع تهلل والو بناتي سي وانا سي معليش ربي ما كتب ليش معليش ان شاء الله يسمعك من اليوم ونتلاقاو به ونوجهوا له السلام والله امنيتي امنيتي نهضر معاهم ونقول له بارك الله فيك وشوفي بلغي له السلام ان شاء الله يبلغ خاطش دينا فوائد من عندكم والله ديت ديت انا شوفي ما نخرجش في الليلة سميه وسمحي لي طولت عليك معليش انا نصلي ونجي لداري
ربي يتقبل، راني مقابله ربي يتقبل ان شاء الله. ان شاء الله والله دعيتكم ربي نهار 27 تفكرت كاع الامه الاسلاميه. دعينا معك، دعينا ام فاطمه، دعينا. هيا بارك الله فيكم. وفيكي بركه وصحه عيدك. هيا بصحه عيدك بنتي، وتعيدوا كاع بالصحه. يسلمك سلمي، بلغوا لي السلام الايمان كاع كاع رضوان هذوك لاكوافيز طاطا نعيمه كاع كاع بالغلط فاروق الياس شيفا شيفا كاع قولي لهم ام فاطمه مسلمه عليكم. يسلمك وتعيدوا كاع بالصحه. يسلمك. واللي عنده امنيه ربي يكملها له ان شاء الله في عيد العيد يا ربي. ان شاء الله ام فاطمه ربي يحفظك، ربي يتقبل ان شاء الله منا ومنكم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ربي يتقبل يا رب. شكرا لك ام فاطمه، شكرا على اتصالك. نعاود نرجع لك نديم. ام فاطمه من الاوفياء تاع البرنامج وعندها مده ما اتصلتش. ربما ما تحكمش كما كاين بزاف ناس نتلاقى بهم يقولوا لي عيطنا ما حكمناش. يلا واش درت نديم تما؟ حنا لهنا اللجنه تاعنا خليناها تريح، درنا لهنا الشوكولا تاعنا اللي دخلنا لهنا، شكرا على المرجان اللي باتا غلاسي لهنا الحين غلاسيو بها على هذه الحلوه تاع السنيكرز. هنايا سميه هذه تخرج لنا هكذا، تخرج على شكل حبه تاع البيض، ومن بعد لهنايا نغطسوا. هذه كيفاش نشكلوها؟ هذه نشكلوها كريات، هذه العجنه تاعنا دوك نشكلوها كريات، تعطينا الشكل هذايا، ناخذوا الشكل هذا، لازم تمدنا التحميره تكون من الفوق، ومن بعد لهنا نغطسوا راس تاعها في الشوكولا، ونزيدوا الكانيت نغطسوها كذلك في الكوفران. ما نمرغدوهاش كامل، نغطسوها غير لابوان تاعها، ما حبيتش الغلع. لا 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 نروحوا لحلوة سنيكرز اللي هي عندها شكل تاع بنيوان كانت. واش عندنا لهنا؟ درنا كيلة تاع بيسكوي، هي من الأحسن يكون بيسكوي ما تكونش جينواز، يكون بيسكوي باش يكون مقرمش لداخل. ضفنا له لهنايا زوج ملاعق تاع كاكاو، ولهنايا حلموهم هنا بات لاباط تاع شوكولا تاع المرجان اللي هنايا اللي فيها البندق لداخل. صافي ما نحتاجوش نديروا له لهنا مكسرة هكذا، نلموا لاباط تاعنا مليح لانه لاباط ديجا فيها فيها المكسرات لداخل. صافي ما نحتاجوش حنا نديروا لها مكسرات هكذا، نلموا هذيك لاباط تاعنا كامل هكذا حتى نحصلوا على عجينه تكون متماسكه. انا الحب لهنا نلموها بيدينا علاه باش نقدروا ندخلوا كاع داك الخليط في الشوكولا، نلموها مليح. لازم العجينه تاعنا تكون متماسكه شويه، خاطر ماشي حنخدموا بها دي بول ولا باش شدنا روحها، تكون حنخدموها شويه على شكل دي بودان على هذوك. ومن بعد نديروا لها لهنايا عندي كريم كراميل ولا طوفيا ولا واش عنده واحد موجود في البيت. هنا نكملوا نلموها هكذا. عندنا كميه تاع الكاوكاو، نعرفوا حنايا حلوه سنيكرز يكون فيها الكاوكاو وفيها الكراميل بيان سور. نلموها لهنا مليح تحت على عجينه تكون متماسكه كما قلنا هكذا. الشوكولا تاعنا لهنا باش ذوبناها درنا لها كميه تاع الزيت على باش تشد لنا هذاك البارق وما تيبسناش هكذا، حتى تحصلوا على عجينه تكون متماسكه باش نقدروا نشكلوها وتجينا سهله. نعم. انا ذوبت لك هذه الشوكولا، نعرفوا احنا البنيون ولا ما يخطيش الحلوة الشوكولا تكون دائما حاضره في العيد. صح ما كاش احنا كاع ما كاش بيت اللي ما يخطيش يصبر على البنيون، يصبر على البنيون ولا المقروط، هذو هما الحلوات الاساسيه في لازم لازمه كما نقول هكذا. هكذا حتى العجينه تاعنا ملاح، قلنا لازم تكون العجينه تاعنا متماسكه ما تكونش طريه هكذا. هذه راح تغطس فيها هذه نشدك له غير لابوان تاعها بوك، ومن بعد نمرغدوها في نسيي وحده. نعم هكا برك ولا نزيد شويه بوك الاخر، خاطر نعرفوا كي نديروا لها الكوفريت. حنا الكوفريت خذنا الذوق شوكولا كيما البارح حلوه الكوفريت درنا لها كو فاني، اليوم درنا كو تاع الشوكولا هكذا. هايلو لا ما فيش مكونات كثيره، ما فيها الذوق بنين. الشكل تاعها شو شحال يجي؟ تجي شابه. انا كي نديروا لها هادي درتها انا نديها هادو تاعك سميها كاع. شوفوا جات شغل طبقه من تحت تشدوا هنا وتدخلوها في الشوكولا، ومن بعد كما يقول نادم مرغدتها في هاد الرمدوها في الوسمو وي صح الرمدوها هاد الوسمو الكوفريت هكا. نعم يقول مرغتها
مرضختها تقول ولا مرضها؟ استنى استنى ويحكمها هو يا اخي بالخف يحشم. مرمدوها؟ لا لا ما تقولش مرغدوها. مرغدوها مرغدوها مرغدوها. هنا قاعد حنضيفوا لها هذيك البات يعني باش مازال ما تلمدليش نقدر نزيد ندير لها هاد الشوكولا. يما 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 استنى نجيب لك. نعم على الذوق هذا تاع المرجان هكا. هذيك فين ما تجيش بنينه نادين نزيد علاش غير طولها بنيون بنيون بنين باينه نزيد ياك. نزيدوا لها شي حتى تحصل على شي ماسكه. هكذا انا تلمو لو غالب لي رمضان نحوس نديرها كاع. نديروها كاع اثنا نشوفو بك هاي هادي قلنا نديروها هكا في الشوكولا. نعم انا راه قالك زوري راهي معانا في مع المخرج قالت لك الوالده تاعي راهي تتفرج في البرنامج وعجبوها بزاف الحلويات تاع اليوم. صحه وقول اصحاب الدار وصحه عيدك. ندوا لها ندوا نبعثوا لك حقك طاطا بطول في عمرها ان شاء الله. صح لا لا نحب هاي مات فاطمه زهراء السلوس. كنت العام اللي فات ما نعرفش ندير المطلوع نادي مش مبيع لك. كانت مسكينه تبعث لي طيب لي المطلوع وتبعته لي سنه ما بعثت ليش المطلوع. تقول لك هي تزوجت خلاص تعلمت. تقول لي تتعلمت ما على بالاش بلي مازال ما تعلمتش المطلوع. تحية ليها حنبعث لها حقها زوري ووصليه لها. يلا نديم دوك هنايا شكله هنا حربوش اللي جانا كنت وجدت من قبل ديجا نتاك مشكل. نعم هنايا على باش نخلوها لازم تشد روحها مليح لي طيب القاطو من الاحسن يطيبو كي يفطر مور الفطور. وي حنا ديجا لي كومونتارنا كاع نديروهم مور الفطور. هكذا ياسين يغلبوا رمضان في العشر الاواخر. على بالك المخرج تاعنا يغلبوا رمضان في العشر الاواخر ما ندورش به. هكذا العجينه تاعنا نحدو هكذا نشكلوها على الشكل هكذا ان بودان تكون صغير نقطعها بالموس. يلا نساعدك الموس فوقك تفضل. هكذا ناخذوا هكذا صافي شكلنا لهنايا هكذا حربوش من بعد لنا نقطعوه هنايا نديرو دو دوا ولا تروا دوا ولا كل واحد كيش حب على الكبر تاعها. هنا نسيو نيطاليوها شويه لازم شوك حنا نقولوا نلبزوها شويه باش ما تقعد لناش عاليه ونخلوها في الثلاجه تبرد على خاطر حنغلاسيوها. كي نغلاسيو الحاجه لازم تكون نغلاسيوها في الشوكولا. نعم حنغلاسيوها في الشوكولا. لهنا واش عندنا قلنا عندنا كميه تاع الكريمه لهنا اللي درنا طوفيا ولا كريم كراميل. يلا نوري لهم حبه ولا زوج باش نخرجوا. نعم. نادم هكذا لازم بلو طرافاي لازم نقيو نقدروا نخدموا الف ماهيش هيك تخدم. هكذا انا حبيت يعني خلطتهم كيما عرفت نديرهم درتهم. يا اخي انا راح ناكلهم. هكذا دوك نحكموا لهنايا. هنايا عندنا الكريم كراميل تاعنا ولا الطوفيا واش نديروا نحكموها نديروها فوق الحبات تاعنا تاع الكاطو اللي كنا درناها شكلناها. ومن بعد لهنا كاوكاو اللي كنا حمصناه نعرفوا حلوة سنيكوس فيها الكاوكاو نشكلوا لهنا حبات لهنايا هكذا. هذه سنيكرز صح؟ اه نو عندها مم الدوخ تاعها كي تاكل لاسيبي فيها الكاوكاو الداخل وكلش فيها الدوخ تاع سنيكرز. سنيكرز عربيه هذه عربيه بيان صنع بلادي لازم. من بعد ندير لها الشوكولا ومن بعد نكلاسيوها في الشوكولا لازم تشوفوا فرشيطه هكذا ونكلاسيو الحبه ديالنا لازم نكلاسيوها غير من الفوق مام لا حبطوا لنا هذوما نعاودوا نزقموهم نورمال. اتونسيون برك نسي نعاونك. حرام عليك نادم جي حنا نقولوا حرام المشاهد تاعنا يشوف فينا المشاهد عمر يشوف التلفزيون حنا صوت وصوره راهي قدامنا وريحه وكل هكذا درنا حبه
نقدروا لهنايا نكلاصيوهم كاع فوق اللي ما عندوش الشبكه اللي يقدروا نكلاصيوهم كاع فوق الشبكه ديالنا هكذا نحطوهم. وهنا الحبات تاعنا اللي فوت يكونوا طاحوا نعاودوا نسقموهم عادي خاطر نعرفوا كي نكلاصيوهم يعاود يحبطوا لنا هكذا لان هذوك من بعد تشد روحها هي تشد روحها. نعم درنا حبه فقط ورينا لهم كيفاش لانه وقت الفاصل. نعم. نادم واكيد راح نشوفهم بعد شد روحهم على طاوله. نعم. التقديم ما عندك حتى اضافه سي بون خلاص نورمالمون سي بون. قلنا بوك شوكولاتة تاعنا لازم يدوا لها كميه تاع الزيت بوك باش تشد روحها والحبيبات تاعنا كيبداو يطيحوا هكذا نعاودوا نشدوهم ولازم لهنا الحبه تاعنا ندخلوها داخل الثلاجه باش على كي نديروا لها الكريم كراميل تشد روحها. هذا مكان يلا مشاهدينا الكرام نروحوا على فاصل اشهاري بعدها نتلاقاو بكم على طاوله التقديم. السلام عليكم صحة رمضانكم. اليوم نتحدثوا على جوز الطيب. جوز الطيب المعروفة بالذوق والنكهة ديالها الطيبة. نستعملوها كثرتها في ليغراتان بور بريباري لا صوص بيشاميل. عندها فوائد كثيرة نذكر البعض منها. اولا هي مسكن للالم. ثانيا تحسن ممكن تحسن عملية الهضم. تنظم دورة الدم. مسكن لالم الاسنان كما القرنفل. ملاحظة صغيرة يجب أخذ جوز الطيب بكمية قليلة. صحة رمضانكم صحة فطوركم وإلى اللقاء. يلا مشاهدينا عاودنا ولينا لكم على طاوله التقديم بالحلويات اللي حضرهم شيف نديم لها اليوم. يعطيك الصحه نديم جبت لنا العيد. الله يسلمك يا سمية ربي يخليك. اليوم درنا تشكيله من الحلويات التقليديه اللي درنا هنا حلوه البيض لهنا درنا بقلاوه صابلي ودرنا حلوه هي البنيوه اللي شكلنا على حلوه سنيكرز لهنايا. نعم اللي درناها بالكاوكاو وشوكولا كلاصي بيان سيغ تاع المرجان. البقلاوه هذه رائعه شوفوا الشكل تاعها اللي البقلاوه صابلي هكذا بلا صابلي. نعم. حضرناها شوفوا تبان مقروط تبان بقلاوه تبان لا مام ذوق تاعها سميه بزاف بنين مام تجي مرمله كي تاكليها تجي بزاف بنين. راهي باينه مفتل داخل. نعم. يعطيك الصحه فكره رائعه. الله يسلمك. للناس اللي ما يقدروش ولا الناس اللي يحبوا ذوق جديد. هذه الشوكولا اللي شفتوها كذلك البنيو اللي كنا كذلك درنا له كلاصاج تاعكم قدامه شوفوا كيفاش راهو هكا والله غنعذبكم معايا شوفوا الداخل كيفاش راهو هاي كاع راهم الداخل على على لازم باش يسيوها. وهذه شفتوها الحلوه تاع البيض اللي درناها. نديم يعطيك الصحه. الله يسلمك. نقول لك قبل اعطيني اسم الاول. الاسم الاول اليوم راح نعطي له هديه. واش نعطولو واش نعطولو واش نعطولو الرابح الاول؟ سكينة مسيدي بلعباس. سكينة مسيدي بلعباس. يلا سكينة مسيدي بلعباس ألف ألف مبروك لك. بروند خلاط كهربائي أو مكنسة كهربائية مهدات من عند بروند من مجمع سيفيتال. أول فائزة لنا اليوم هاي سكينة من سيدي بلعباس. ألف ألف مبروك عليك. الحين نعطوها الخلاط الكهربائي. يلا الخلاط الكهربائي إن شاء الله من نصيبك يا سكينة. ثاني اسم نديم. فايزة مدرقانو كيفاش يطلعوا يلا نعم فايزة مدرقانو. فايزة من درقانة. يلا نعم. فايزة من درقانة ألف ألف مبروك لك القسيمة شراء المهدات من الواحة للتسوق اللي قيمتها 10,000 دينار جزائري. وانتوما تاع الفيسبوك راح يكون من نصيبكم الباك تاع لوفينا. يلا طلع وسي تلقى لي نخرج الاسمية. خرج عاود ادخل. يلا طلع للفوق وهبط واعطيني اسم حط عليه صبعك شكون الفائزه او الفائز لنا هاليوم. بسمه الحياه. بسمه الحياه. يلا بسمه الحياه الجواب هو مزهر. يلا ها هو هذا هو الاسم اللي خيره نديم بسمه الحياه. الف الف مبروك ليك. باك مهدى من لوفينا فيه مجموعه مواد التجميل.
شكرا لكم، شكرا كامل على وفائكم. نادما نقول لك عيد سعيد لانه اخر يوم ليك معنا، فبدينا نقصوا بالواحد اخر يوم ليك هنايا. نخلي لك فقط وقت صغير لنادم باش يقدم اهداءات للعائله ولا للاهل. يعطيك الصحة سمية، كما نقول لك اللي شارف اللي جيت معاك والله غير صافي بليزير. كل شارف نادم، والله نحبك خويا، نحبك لانك خالق، الله يبارك ما شاء الله عليك. الله يسلمك، ونتمنى عيد سعيد كاع كل الامه الجزائريه، العائله تاعي، زوجتي الكريمه، بناتي، بابا ربي يحفظه ان شاء الله، خوتي خواتاتي، بيان سور الطاقم تاعنا، طاقم شروق، حس تاع صباح شروق والو شاف. هما كاع كيفكم، خاص نحبهم في زوج. نقول لهم كاع عيد سعيد ان شاء الله، كل عام وهو بخير ان شاء الله. ربي يحفظك نادم، ان شاء الله نتلاقاو في الايام الجايه ان شاء الله. ليما الله يكون معايا نادم، سالو شاف هو ماش حاب حاب يولي، بالك نقدر نسرقوا. انتم مشاهدينا الكرام نقول لكم مازلنا مستمرين معاكم ان شاء الله غدوه ان شاء الله، واذا ثاني يوم الجمعه ما كانش عيد راح ثاني نكونوا معاكم حتى الى اخر يوم من شهر رمضان. نتلاقى بكم غدوه ان شاء الله نفس القناه نفس التوقيت مع الشيف ناديه. بقاو دائما اوفياء.